الوطني الكبير في تحدياته ضمن فعاليات سن الحقائق الأربعة كيلومترات. شوط الرابع ينطلق وناخذ المركز الأول لضرغام في مقدمة الشوط. يا سلام، تعود ملكيته لمبارك بن راشد بن تلاب الهاجري في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ناخذ المركز الثاني من الجانب الآخر ونرى تقدم مشوش. تعود ملكيته للسيد سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، بينما المركز الثالث شعار السيد حمد بن سالم بن جهويل المري والسيف على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، شوف التدخل، شوف الانطلاق، شوف التحدي، وهذا مرضي. تعود ملكيته للسيد سالم الرملي العامري بالمركز الرابع. ناخذ المركز الخامس وهذا ملبي. تعود ملكية ملبي للسيد علي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري. هذه هي النتيجة يا مشاهدين الأعزاء، عبر قناة الريان تتابعون فعاليات هذا المهرجان، المهرجان الغالي، المهرجان الكبير، المهرجان الذي يحتضن ويضم جوائز ضخمة، جوائز كبيرة رصدت لهذا المهرجان. نعود إلى مقدمة الشوط، مشوش ويشوش على القعدان، مشوش بشعار السيد سلطان بن حمد بن ترحيب بن محمد بن علي المري اللي يفوز، يفوز في هذا المساء. أسعد الله مساك ومساء الفل ومساك نواميس في هذا المساء، في رابع أشواط التحدي، في رابع أشواط سن الحقائق. هنا ينقل السلام ويزف مع هذا الشعار 100 متر مع الذيب، ويريد أن يهدي الناموس إلى المملكة العربية السعودية بشعار السيد هادي بن محمد المري. هذه لحظات الوصول والناموس ولحظة الناموس. المركز الثاني إسعاف للسيد حمد بن جرل البريدي. المركز الثالث شاهين لفهد بن مبارك بن حباب الهاجري. المركز الرابع صالح بن محمد بن عظيري، وفي المركز الخامس علي بن راشد بن راية المري. مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس لمالكي الذيب هادي بن حمد بن علي المري. ها هي لحظات الإعادة وملخص الشوط الماضي، التوقيت الزمني لحظة الوصول. التوقيت الزمني 6:47.46 ثانية. والناموس، ها هو توقيت الذيب. المركز الثاني اللي وصل المركز الثاني إسعاف حمد بن جرال بريدي. ناخذ توقيت المركز الثاني في هذه اللحظات، توقيت، ها هو توقيت المركز الأول أمامكم، الديب لهادي بن محمد المري 6:47.46. ناخذ توقيت المركز الثاني وشعار حمد بن جرال البريدي، وهذا إسعاف 6:58.50 تهانين والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث شعار فهد بن حباب الهاجي 6:11 بدون أي جزء من الثانية.